السيف خبر جامد، السيف تلاقيه مش سامعك. وانجز يا عم، الله يرضى عنك. ثانية واحدة يا ابني، الدنيا ما طرتش. ده يا رب اللي على الصبح ده. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا بابا؟ ايه؟ ساعة علشان تفتح؟ ايوه صح يا بابا، انت بتعمل ايه كل ده؟ انت مالك يا دي؟ انت هو قاعد جوه بعمل ايه؟ ها؟ انت مالك؟ وبعدين ايه يا واد حاسس كده ان خلقكوا ضيق؟ هو في ايه؟ يعني واحد لسه راجع من المدرسة، عايزه يجي مبسوط. مخنوق يا بابا، مخنوق عشان المس لسه جاي من المدرسة اهو. طب خش يلا، خش. الراحة دي ده انت همكو اسود معايا. الريحة اللي انا شميتها دي، هو الكلام ده صح ولا غلط؟ مش مصدق مراخيري ان ايه شميت ريحة سجاير. A few moments later. اخواتي اللي على الطيارة، عايز فيكو دكر ينزل لي بوشينكي، وربنا ما حلي عليا النعمة. ما فهمت ولا كلمة من المدرس النهاردة. يلا يا ابني، انت هو يا ابني اطلعوا لي بقى كده يلا من الاوضه ديت كده. يلا يلا عشان هننضف الاوضه. يلا. غريبه يعني بابا، احنا المفروض بننضف كل يوم جمعه، النهارده الثلاث. وانت بقى ان شاء الله مش عايزني انضف الاوضه ليه النهارده؟ ها، مخبي فيها حاجه ومش عايزني اشوفها ولا ايه؟ حاجه ايه بس يا بابا؟ دي اللي هنخبيها بابا. قول لنفسك يلا، انت وهو انتوا من ساعه كده ما جيتوا من المدرسه وانتوا مش عاجبيني، خلقكوا ضيق كده وريحتكوا وحشه. اه تصدق صح، في ريحه وحشه. اه صحيح، دي الريحه المنتنه دي. استهبل انت وهو. اطلع بس يلا، بس كده يلا من الاوضه يلا عشان عايز انضفها. يلا. مش فاهم منك حاجه بابا، بس ماشي انا طالع. خدني معاك يا عم. استنى يلا انت. استنى. ايه يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ اقلع يا ابني القميص اللي انت لابسه. لا لا لا، بقولك يا بابا، بقولك ايه، واحد الله كده عشان ايه بدات اتوغوش. هو في ايه بقى بالظبط دلوقتي بقى؟ فاهمني؟ هغسله يا حبيبي، هغسله. ايه مالك خفت كده ليه؟ هغسله. اقلع القميص. اتفضل يا بابا، اتفضل. عايز حاجه تاني؟ سلامتك يا اخويا. يلا 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 ورا اخوك. يلا. ده ايه ده؟ بس حلو قوي كده، استعنى عشاء بالله. سديتها يا مستر. الله الله، ايه ادي النشاط والحيويه والرياضه اللي انتوا فيها دي؟ هو في ايه يا بابا؟ في ايه بالظبط عشان انا مش فاهم؟ في سفاله وقله ادب. انت عملت ايه يا ابني في يومك الاسود ده؟ والله يا ابني ما عملت حاجه. وعلى كده بقى يا ادي، انت مدمن من امتى يا بابا؟ مدمن؟ مدمن ايه بس يا بابا؟ اعمل من بنها بقى، اعمل من بنها ولا كانك عارف اي حد. الشغل ده مش عليا. وانت واد يا صغير يا سهن، انت بتداري عليه ليه يا وطريق؟ كل شويه تقول لي يا بابا رايح الشغل امتى، يا بابا راجع من الشغل امتى. عليك بتطمن عليا. لا حلوه دي. بداري على ايه يا بابا؟ وربنا ما فاهم اي حاجه. بتداري على ايه؟ بتداري على ال ايه ده؟ مش فاهم ايه دي، معناها ايه؟ مش فاهم. ياد يا سيف، ياد ليه ياد بيتكلم على السفاره اللي هي بتسفر بالايد دي اللي هي بتعمل، بس انا مش بعرف اسفر. وريها له. قصدك على دي؟ لا والله، حلو قوي الهبل ده، حلو الهبل ده. تعال يا ياد، انت وهو يا ياد، تعال تعال بقى
عشان اعرف تاريخه ايه بالظبط. And his name is John C. برضو انا مش فاهم انا مربوط كده ليه. انت السود عملت ايه انت يا ابني؟ انا بقى عايز اعترافات واضحه وصريحه عشان ما يقلش ادبي على حد فيكم. يا بابا ابوس ايدك فكني يا بابا، والله العظيم كتفي وجعني، فكني بقى. مش هتتفك من الرابطه اللي انت فيها دي غير لما تعترف على كل حاجه. بابا طب انت عاوز تعرف ايه؟ طيب قول لي. طيب طب هو عمل ايه؟ وبعدين لو هو حتى اللي عمل انا مالي؟ انت شريك معاه في الجريمه، خلي بالك، ومتهم زيك زي زي ما اتعلمنا زمان، الحسنه تخش والسيئه تعود. يا عم يا عم ابوس ايدك يا جدع، بالله عليك اعترف، قول انت عملت ايه، خلينا ننجز في يومنا الاسود ده. يا عم والله ما عملت حاجه يا جدعان، ما عملتش حاجه والله، انا نفسي افهم في ايه اللي بيحصل ده. ما تحلفش، اوعى تحلف، لا تتسخط قرد واحنا قاعدين هنا دلوقتي. تحلفش يا بابا. طب قول لي، طيب عايزني اعترف بايه وهعترف لك بيه؟ قول لي، طب عايزني اعترف بايه؟ طيب لا انا مش هقول، انا هخلي اخوك هو اللي يعترف عليك ويقول انت عملت ايه بالظبط. اعترف عليه. هقول يا سيف. ها قولي قولي. اخلص يا اخلص يا ما تهدى بقى، قولي انا ما تخافش. سامحني بقى يا اخويا، بس بابا هو الصراحه سيف اخد النهارده الصبح من جيب القسطان بتاعك 10 جنيه اللي احنا ركبنا بيها المواصلات. يا نهار اسود، دي مصيبه اكبر، انت كمان بتسرقني. بابا 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 واحد الله، بابا ركز معايا ثانيه واحده بس. مش انت امبارح بالليل قبل ما تنام بعت لي على الواتساب قلت لي خد ال 10 جنيه ديت من جيب القسطان وانت نازل وما تصحنيش الصبح؟ حصل ده ولا ما حصلش؟ اه حصل. طب الحمد لله انا كده براءه، فكني بقى براءه. ده انت يومك اسود معايا، انا ما بتكلمش على الفلوس، انا بتكلم على ال هو ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ ايه دي؟ قول لي يلا، مين اللي علمها لك؟ اللي علمني ازاي اصفر؟ يا بابا ده الواد بقله بابا اللي معايا في المدرسه بقى. وبعدين اقول لك على حاجه، لو الصفاره دي اللي مضايقك فانا مش هصفر تاني. خلاص يا بابا، هو حلف بالله ان هو مش هي تاني. على فكره الانكار مش هيفيدك انت وهو، هتيجوا يمين بقى هتيجوا شمال، انا كده كده معايا ادوات الجريمه والدليل اللي اقدر احبسكوا بيها واوديكوا في 60 داهيه. يا نهار اسود ومنيل، ده ايه جو المسلسلات ده بقى؟ بابا في ايه بقى بابا؟ ما تنجزنا بابا بالله عليك، انا كتفي وجعني. انت بتعلي صوتك عليا يلا؟ ها؟ بتعلي صوتك عليا؟ ما هو عنده حق بابا الصراحه، بابا احنا لسه راجعين من المدرسه وتعبانين قوي بابا، ما ينفعش كده اللي بيحصل فينا ده. تعبانين برضو ولا خرمانين؟ خرمانين؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ وبعدين ايه خرمانين دي؟ في ايه يا بابا؟ يعني مش عايزين تعترفوا بالادب صح؟ اه. ولا انت؟ اه بابا. نستخدم بقى الاسلوب التاني، انا عايزك بقى تقول لي دي بتعمل ايه في جيب القميص بتاعك. ايه ده بابا؟ دي الولاعه اللي بتخلي اخوك يعمل. لا 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 بقى، ثانيه واحده بقى كده، عشان ايه بدات اتوغوش؟ هو كل اللي انت عامله دوت ومكتفني كده ورابطني انا واخويا علشان الولاعه دي؟ امال ايه؟ وانا لسه استناك لما تسمع لي وسجاره جابت جيوان وجيوان جاب حبايه وحبايه جابت شيلتي وانتهت الحكايه ولا ايه؟ بابا سجاره ايه يا بابا؟ سجاره ايه؟ والله العظيم ما بشرب سجاير ولا اعرف بيشربوها ازاي الزفته دي. امال تفسر بايه بقى وجود الولاعه دي في جيب القميص بتاعك؟ ها؟ تفسر بايه دي؟ بص يا بابا انا مش هتكلم، اتكلم انت كركر. المعمل يا بابا. معمل؟ معمل ايه ده؟ المعمل يا بابا، المعمل بتاع العلوم بتاع المدرسه بتاعتنا. استاذ اينشتاين، استاذ اينشتاين اللي معانا في المدرسه طلبت معاه ان كل طالب وهو جاي المدرسه يجيب معاه ولاعه عشان يولع بنفسه في اول اكسيد الكربون. وانا المفروض بقى ان انا اصدق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بابا والله ده اللي حصل، ولو انت بقى مش مصدق كلم المدرس واساله عادي، احنا مش هنروح في حته بعيده، كلمه واتصل بيه وافهم منه. طب وتفسر بايه بقى ريحه السجاير اللي انا شميتها فيكوا ديت اول ما دخلتوا من الباب؟ قول له انت بقى، قول له انت بقى يا عم سيف. السواق بابا اللي احنا راجعين معاه بابا، كل لما حد يقول له على جنب يا اسطى يقوم مولع سجاره، الباقي يا اسطى يقوم مولع سجاره، هو كده. فريحه السجاير ديت جايه من السواق اللي كنا راكبين معاه. طب بص يا ابني، عموما يا ابني انت وهو لو اي حد فكر يديك مثلا سيجاره قال لك خد جرب ديت اعمل ديت، بلاش يا حبيبي. اول حاجه صحتك، تاني حاجه فلوسك، انت صحتك ديت ربنا هيسالك عليها لما تموت يعني ان شاء الله، فاهم؟ ايوه فعلا والله كل كلامك صح بابا، بس فاي حد يجي يقول لك يعني سجاير وكده ما حدش ياخد منه حاجه، فاهمين؟ ايه ده انت بتعمل ايه يا بابا؟ ايه ده بابا انت بتعمل ايه يا بابا؟ معلش نسيت، ناسي. انا قلت كده برضو اكيد يعني. طب تعالى فكني. طيب يا بابا بابا تعالى فكنا بابا. طب يا حاج انت نسيت فكنا؟ طيب الو بابا، يا بابا تعالى فكنا بابا. يا بابا انت نسيتني هنا، تعالى فكني. طيب حاول افكك. ايه ده يا رب؟